وشوف، هي يمكن من أحدث التقنيات الآن لعلاج السمنة اللي هي الإبرة التنحيف، يمكن نتكلم عليها ونخصص حلقة لها إن شاء الله بعدين، لأن فيها تفاصيل كثيرة أكيد أكيد وأنواعها وكيف تشتغل والأشياء. لكن جوابا على سؤالك إنه هل هي خطرة، الناس يخافون، أو الأشياء اللي متداول في الإعلام ومتداول عند الناس ومتخوف منه 4 أشياء. أولا الأورام والسرطان، وزي ما ذكرت في الفيديو موجود الفريق اطلع عليه، وان شاء الله نفصله ايضا في لقاءات قادمه. لا تقلقون من اصابه بالاورام المرتبطه بالابر، ولكن لازم في اشتراطات معينه. اذا عندك اورام في الغده الدرقيه انت او اسرتك لا تاخذها. عندك عقد في الغده الدرقيه لا تاخذها. عندك تكيسات في الغده الدرقيه لا تاخذها. عندك خمول في الغده الدرقيه خذها، ما عندك مشكلة. أها اوكي؟ لأن كثير يسألنا يا دكتور طيب أنا عندي خمول، أنا على علاج كذا كذا ثايروكسين، آخذها ولا ما آخذها؟ خذها بالشروط الأخرى. ما عندك ما عندك ما عندك ما عندك تكيسات، ما عندك عقد، ما عندك أورام سابقة أنت في غدتك، يعني والله جزء مشيول ولا إيش، أو أسرتك الأقرباء منك عندهم أورام في الغدة الدرقية لا تأخذها. هذا الجزء، السؤال الأول بالنسبة للأضرار الناس يخافون منها. الجزء الثاني هو في حالات سجلت حتى في الاف دي اي الامريكيه اللي هو شلل للمعده، مجموعه من حالات قليله جدا يمكن ما تتجاوز اصابع اليد، سجلت انها لما وقفت الابر فتره طويله حوالي بعد اخذها من فتره طويله يمكن سنه ونص ووقفوها، وجدوا عندهم ما زال الاستفراغ والغثيان ولا مستمر معهم. ولكن هؤلاء الاشخاص عندهم ايضا مرض السكر، سكري. وإذا عندك مرض السكر وأنت عندك شلل في المعدة، فهل السبب هو الإبر ولا هو المرض؟ في الغالب المرض، لأنه يسبب خمول في الأعصاب المغذية للمعدة. فأنت ما تقدر تعزي السبب وتقول والله هذا الشلل الموجود في المعدة هو بسبب الإبر. فأنا أقول للناس لا، ليس هناك علاقة علمية مثبتة لحد الآن، فما تقلقوا من الناحية دي. لكن احنا نفسر لكم زياده علشان تطمنون، يعني مش انه والله اقول لكم انه والله هي تسبب، لا. الحالات اللي ذكرت علشان لما تقرا، لانه جت في السي ان ان ونشرت في بعض المواقع الاعلاميه المعروفه انه اشخاص اصيبوا بشلل في المعده. فاحنا نقول لكم كيف حصلت هالحدث، في تداخل بين امراض موجوده عند الاشخاص وهل ابر ما لها علاقه مباشره، فما تقلقون ان شاء الله. يعني جميل. احنا ما لا ما زلنا نقول إيه؟ اوكي، اذا شلل المعده والاورام خلصنا منهم. عندك الناس يخافون قلق الكلى، ودار عليها كلام كثير، ما تقلقون ما راح تصيب الكلى اموركم طيبه. يخافون من التهاب البنكرياس، اقل من 1 في 1000، ما تقلقون منه لانه فعلا نادر. واذا جاك الم شديد في البطن راجع طبيبك وان شاء الله ما يصير الا العافيه، فما تقلق منها، من الاشياء النادره. الابر تعتبر امنه الى حد الان ونتائجها جيده، وان شاء الله تعطيكم النتائج اللي تتمنونها.